زي ما حضراتكم شفتم الفيديو، الشاعر السعودي شالح العيضاني بيضرب رجل آخر أمام الجمهور الحاضر لمحاورة شعرية المقامة في الحاوية التابعة لمحافظة الطائف وسط ردود فعل واسعة في منصات التواصل الاجتماعي حول الواقعة. ووثق أحد الحاضرين للحفلة الذي حضره جمهور كبير من عشاق شعر المحاورة ما حدث، وتقدم الشاعر العيضاني تجاه الحفل وبدأ بمخاطبة الجمهور، وعندما قاطعه شخص آخر وقام بسحب الميكروفون من أمامه قبل أن يغضب العيضاني ويقوم بضربه. ولم يوثق مقطع الفيديو أكثر من تلك اللحظات،